فكل من يتهم النبي ويتهم ديننا بالجاهلية فهو جاهل، هو جاهل. دين النبي محمد افضل دين انخلق على الكره الارضيه. انا حجيه تعال بس خلي اشوف الحجيه، خلي اشوف الحجيه اعطيني مجال، خلي اشوف المره المره. هلا يمه، هلا بيك. احاني جده متضرره حياتي من هاي الماده، احفادنا ما شايفيهم صار لنا سنتين كفيلك الله، وانا حجيه حاجه بيت الله سنتين ما شايفه حفيدتي، ومن بعد السنتين قبل ثلاث ايام مسويه دعوتي تنقل المشاهده، هي الزوجه وراحت بغير محافظه. وسنتين احنا نركض بالمحاكم على مود ابني يريد يشوف بنته، بس تاخذ من عنده هي الزوجه، الزوجه وراحت غير محافظه. راحت بغير زين من الزوجه، مو المفروض الاطفال يرجعون يم الاب؟ لا لا ماكو شيء، ماكو شيء. زين الزوجه بامريكا شلون هم تنقل هالمشاهده لامريكا نروح نشوف بنتنا؟ زين من بعد السنتين مسويه هي دعوه تنقل المشاهده، زين ما قال لها القاضي تنقلها للمحافظه اللي زوجت بيها. من بغداد؟ لا احنا بكربلاء. انتوا بكربلاء؟ هي زوجة بالبصرة تريد تنقل المشاهدة للبصرة، هذا بيا قانون يصير؟ زين شلون احنا سنتين ما شايفين الطفلة، ما ندري بها، اخير مرة جابتها مشويتها، بس مجرد الجد قال لها ليش خطية مشويتها، وعندي الصور اطلع لك اياها قدام القنوات شوف تشويات. اي والله، بس مجرد قال لها ليش مشويتها قالت خلص بعد راحت وما شفناها تاليها. وها قمنا دعوة عليها على مود ما تجيبها، لأن عندنا نروح كل جمعة نقعد بمدينة الزائرين على مود تجيبها ما تجيبها، فقمنا دعوة. إيش غرمها القاضي 250؟ ها من بعد السنتين غرامة 250، وإحنا بس للمحامين مطين مليونين، ها وين صايرة؟ زين إحنا الأجداد شنو ذنبنا؟ شنو ذنبنا من نشوف أحفادنا؟ ليش؟ يعني فد مأساة، فد مصيبة، يعني إحنا نريد هاي المادة تعدل، هذا القانون الظالم. حتى باليهود بأمريكا ماكو شي قوانين، إحنا مو إسلام؟ يعني ما صارت شيء. هسه انا جايه من كربلاء لهنا على شنو اطالب؟ على شوفه حفيدتي. يمه حبيبتي انا اريد اعرف شغله، النساء يطلعن ويقولن الرجل ظالم. انا هم هسه انا نساء طالعه على هاي الماده الظالمه. انا بس اريد اقول لك فالشغله واريد اعرف، احنا اني ربي يحفظ شبابنا ويحفظ نسائنا. لا يا امين. احنا عراقيين ومسلمين. بلي. والله يحفظ هاي الامه. النساء يطلعن يقول لك الرجل ظالم، والرجل يطلع يقول لك المراه ظالمه. زين. هذا القانون ظلم الآباء. الحل شنو للطالبون؟ هذا القانون اكو قانون 15 سنة حق الشرعي. لا احنا نريد هذا القانون كله يتبدل، ماكو شيء. شنو 15 سنة الآباء ما يشوف أولادها؟ وين صايرها؟ بيا دين بيا إسلام؟ ليش هو مو ظناه؟ ليش يطب ينطي البطاقة مالته يلا يشوف ابنه؟ زين شنو هاي من قوانين ما صايرة؟ عم 60 سنة هذا القانون بهذل العالم. شنو نسبة الطلاق بالشهر 7000؟ 7000 بالشهر. نروح للابو والابو يصيح انا متبري منها، نروح الشيخ العشيره يقول انا متبري منها، نروح للقانون القانون مساندها. وين تروحون؟ ما ندري وين نروح. وين تروحون؟ والله ما ندري. مسجلين كلام الاب وال والله يعني مليانة وكلهم مسجلين كلام واقعي، يقول احنا متبرين من بيتنا، هذا مسجليه عندنا. ابوها؟ ابوها يقول طلعت عن طوعي والزوجه خارج ارادتي. تعال ابو تعال. ابوها يقول انا طلعت ابو البنيه، ابو البنيه يقول هاي بنتي منهوبه طلعت والزوجه خارج ارادتي. وأنا متبري منها وكل عمامها متبري منها، عشيرتهم ذاك أبو الولد يقول هي البنية مو بتنا. وين البنية؟ هسه البنية الطفلة وين؟ هذا الشيخ يقول ما مسموح نجيبها للبصرة لأن احنا عشائر، هاي مو بتنا بتكم. وين نروح؟ لا القانون ينصفنا، لا واحد ينصفنا. البنية وينها؟ ما ندري بيها. شو ما تعرفوا عنها؟ والله ما ندري بيها، صارنا سنتين جاي من كربلاء لهنا، أريد أشوف واحد يعيني. ما كنت شيء، اكو واحد يعوف اطفاله عرضه، يعني ايش قد صار عمره؟ راح يصير 6 سنوات، ما ادري يعني من ينصفنا. احنا نريد من المرجعيه. ابو كربلاء، ابو كربلاء البيبيه تقول بدكم بالبصره، وما ندري الطفله ضايعه سنتين. وانت رايحين هنا وهنا. والحسين سنتين يا ابو البصره يصيح بدكم مو يمنا. نجي لابو كربلاء، هي طبعا امها هم مطلقه وهم عايشه، يعني مو بيت الجد الطفله عايشه، عايشه يم رجل البيبيه، لان امها هم مطلقه. عايشه شلون هاي حلال حرام؟ بيت الجد والعمام والابو موجود وهي البنت ما ندري بيها بيا بيت ما ندري. ابو البصره يقول مو يمي، هي تقول مو يمي. بدنا اخاف ميته هسه، نقول بابا ميته خلينا نشوفها جثته. عايشه انطونا اياها نشوفها، ما ندري بالطفله وين. اخير مره جابتها متشويه وبعد ما شفناها. لا القانون ده ينصفنا، لا العشاير نصفتنا، وين نروح؟ هسه انا جايه من كربلاء لهنا على مود اشوف حفيدتي. هاي حفيدتي هاي. الله يحفظها. بكاميرا هاي. الله يحفظها.
هاي حفيدتي الله يحفظها ويطول عمرها ان شاء الله ان شاء الله. لا والله احنا نريد من الله من